يا مهدي مالك؟ وشك انقلب كده ليه؟ بس حلو الجو اللي انت عامله ده. كنتش عارف انك بتعزني جوي كده. تعرف انت بتعمل ايه؟ وعارف انا هعمل فيك ايه؟ انا هدفنك حي مطرح ما انت واقف. ايوه صح، فكرتني. مش انا كتبت كتابي على لبنى؟ ولفتة حلوة منك انك تحتفل بينا انا ومرت عينك. ايه؟ نفسك انكتم ليه؟ انت انتهيت يا مهدي، انتهيت. ومهما عليت انت برضه حشرة. انت عارف يا محرم انت وحسن انا هعمل فيكوا ايه؟ كلكوا هحاسبكم واحد واحد. ربنا يدينا ويديك طولة العمر. قدامي قدامي. تعال يلا يلا، احنا ورانا حاجات كتيرة نعملها، سيبك منها. تعالي تعالي يا بنت، ما تخافيش. تعالي تعمله ده مش في صالحك يا حسن. كل ده عشان خاطر محرم؟ عشان تعرف بس ان انت ولا حاجه. رجالتك شافوك متجرجر ولا حد جه معاك. انتوا كلكم هتتحاسبوا على اللي انتوا بتعملوه ده، كلكم. يا اخي انا مش فاهم، انت بتجيب الثقه دي كلها منين؟ مش عارف اقول لك ايه يا صبحي، بس الجدعانه دي تمنها غالي قوي عندي. حتى انت يا صبحي تابعت الكل عشان تبقى فوق، وما عملتش حساب لحد. ده انت حتى ما اديتش حد فرصة عشان يراجع نفسه قبل ما يدوس عليك. انت هتتحاسب على اللي انت بتعمله ده يا حسن، وانت كمان. اللي مشغلينك مش هيسيبوك وانت لسه ما سددتش القديم. انت لسه مش فاهم حاجة؟ انت فاهم ان الناس اللي بره يهمهم انت او انا؟ ابدا. كل يهمهم مين اللي هيسوق. وانت انتهيت يا مهدي، انتهيت. اهلا اهلا، اما انت في حسابك معايا بعدين. بالراحه على نفسي. بس خدي بالك يا عروسه، عشان حسن ابن عمي بيزهق بسرعه. كان لازم يزهق، ما ينفعش ترمي حد في الصحراء وتقولي له عيش ولا ايه؟ كله تمام يا باشا، مش هيقدر يتحرك من الاوضه. قول لي بس حضرتك عايز تعمل معاه ايه وانا هتصرف. لا معلش، سيب مهدي عليا، اصل في بيني وبينه طار. صبحي، وصل الست جبريه والست كريمه والبنات لحد البيت. تحت امرك يا باشا. انا مش منقوله من هنا غير لما اخد ناديه معايا. وانا مش همشي معاك، انا صاحبه البيت ومسؤوله عن اي حاجه تحصل فيه، ومش همشي من هنا لما اعرف جوزي حبيبه هيحصل له ايه. معلش يا محرم، انا هقعد مع ناديه شويه، في حوار بيني وبينها كده هخلصه وبعد كده ارجع على البيت. ايوه صح، عشان في اتفاق بيننا ولازم ننهيه. اتجوزها خلاص، اتجوزها. مالك يا ريتال؟ مش ماسكه نفسك ليه؟ هموت، كان نفسي امسك في زمارة رقبته. اوعي تكوني لسه عايزاه. عايزاه؟ عايزاه ايه وزفت ايه؟ انا كل اللي انا كنت عايزاه اني اكسره بس، مش اكتر. مش يبقى عايش حياته كده ولا همه. ده انا ولا اكني كنت موجوده. انا متهيألي لو رحت خدت الواد من عند امه مش هيحس بيا. هو انت مش عارفه حسن طول عمره بتاع دماغه ومزاجه وبس. بس انا مش هسيبه، ورب الكعبه ما هسيبه يا كريمه. ريتال اهدي اهدي. وانت همك ايه؟ وانت في حاجه في بالك اصلا؟ في ايه؟ لو عايزاه روحي له وقولي له انا عايزاك رجعني، وهو على فكره مش هيقول لا. ترجع لمين يا مجنونه انت؟ تجننت يا بت؟ الاهرب ده. على فكرة يا كراميلا، بنتك لسه بتحبه. بحب مين؟
بحب مين؟ اه بتحبيه. مفيش واحدة ست كده يبقى قلبها قايد نار الا لما تكون بتحب. وعلى فكرة حسن عارف ومتأكد ان هي لسه بتحبه، عشان كده عمال يلعب بيها الكورة، يوديها ويجيبها. حسن ما بيفكرش بالطريقة دي. حسن كان ما بيفكرش بالطريقة دي، لكن دلوقتي هو اتغير بعد اللي حصل. وتبقي تقابليني بقى يا كراميلا لو قلتي له تلت التلاتة كام بعد كده. ما تنسيش ان برضه محرم بيه له وزنه، حاجة تقيلة يعني كده. محرم؟ محرم عمره ما هينسى الحسن ان هو خد بنته من ايد مهدي. ده بقى جوز بنته يا كراميلا. قصدك ايه؟ قصدك الجوازة دي حسن ولبنى؟ بجد؟ مش هزار وضحك على الدقون ومقلب وخلاص وكل واحد يروح لحاله؟ ما كانتش بنتك تعمل في نفسها اللي انت شايفاه ده. على فين يا ريتال؟ هجيبه من سمارة رقبته. رزعي هنا. سمارة رقبة مين؟ انت خلاص اتجننتي؟ عايزه تفتحينا اكتر من كده؟ شهد، تعرفي ايه انا مش عارفاه؟ بقول لك تعرفي ايه انا مش عارفاه؟ حسن اتجوز لبنى، يعني جابها على وشها، والبت حبته، ما هو بالنسبة لها بقى البطل الهمام، الزناتي خليفة، أبو زيد الهلالي، اللي دخل وهوب خدها من بق السبع. يعني مال عينيها ودخل عقلها. والست بقى لما الراجل يدخل عقلها، قولي عليها يلا السلام. علشان لما اقول لك انها حربايه تبقى تصدقني. حيوانات الخونه. فك فك يا مدي يا بنت اللي حربايه. انت ايه؟ مفيش فايده فيكي. سبتك وعملت روحي ما واخداش بالي، وبرضه مفيش فايده. يلا يا بنت غوري غوري. شوف شو وشك هنا تاني. هتعملوا ايه؟ يا عيني على الزمن بقى مهدي يتعمل فيه كده. يا عيني. بتعملي ايه يا نادية؟ بتعملي ايه؟ بتعملوا ايه؟ لا وطي صوتك. لا وطي صوتك. اخرس. امسك رجلي. يلا يا بنتي يلا. بيتك سامي. مبروك يا حلو. يلا